السلام عليكم، شنو اخباركم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى انكم كيف ديما تكونوا في احسن الاحوال ديالكم يا رب. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال الكيك اللي سهله جدا بسيطه، مقاديرها كيتواجدوا في كل بيت. نبداو بالمقادير على بركه الله. عندي هنا 3 ديال البيضات، عندي 7 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 7 الملاعق كبار ديال زيت المائده، 7 الملاعق كبار ديال الدقيق، دقيق خاص بالحلويات. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو بودغ، اولا ساشي وحده ديال الكاكاو اللي عندكم كديروه كاكاو مر. عندي هنايا 2 ديال ساشيات ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام، وساشي وحده ديال الفاني، وعندي هنايا 1 ياغورت طبيعي. هادو بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك. بالنسبه للوسط ديالها، فانا اختاريت انني نعمرها يعني جينواز بيضة. نوريكم كيفاش. شحال مره كديروا جينواز وكتخدموا بها، يعني شي حاجه كتخدموا بها كاطو ولا هكا ديال لا كريم، وكيبقى لكم هذوك الجوانب ديالها ما كتعرفوش شنو ديروا بهم، من غير يعني كاينه فكره ديال لي بوب كيك، هذوك يعني المصاصات. وبعض المرات ما كتكونوش بغيتوا ديروا هذوك المصاصات، فكنقترح عليكم اليوم هالطريقه. خديت هذوك الجوانب ديال الجينواز الشاطوليه من واحد الكيك وقطعتهم بهاد القطاعه ديال القلب على شكل قلب هكا، يعني قطعتهم ونوريكم اشنو درت بهم. انا يعني وجدتهم هما الاولين كما كتشوفوا، قطعتهم ولاصقت وحده مع وحده بهاد الطريقه، لصقتهم بالكونفيتور. الكونفيتور اللي كيكون جاري كنستعملو الحلويات، وجمعتهم في البابي سولوفان وحطيتهم في المجمد واحد شويه. المهم من بعد ان شاء الله من نخلطوا هاد المقادير ونوجدوا الكيك ديالنا، وغادي ندوز باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير فيهم، يعني كيفاش غنعمرهم بهادو من الوسط. بالنسبه للمول ديال الكيك، اختاريت هذا الطويل، يعني هذا كلنا كاين عندنا هذا المول في الديور ديالنا. غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق كيف ما شفتوا معايا، انا راه ديجا دهنته وجدته. دابا غادي ندوزو على بركه الله للطريقه. كما كتشوفوا معايا انا وجدت البول ديالي، درت واحد القبيصه ديال الملح، راه نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير، ضروري اي كيك نديرو فيها قبيصه ديال الملح. غناخد دابا هذوك 3 البيضات اللي درت في البول، غنزيد عليهم 7 المعالق كبار ديال السنيده، وهذيك ساشيه ديال الفاني، وغادي نضربهم بالباتور. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الباتور يخدموا غير بالفوي ديال اللي تفحل الفحم، كاين حتى شي اشكال، اولا الخلاط الكهربائي مولينات. بعد ما ضربنا هذيك السنيده مع البيض، دابا غادي نزيدو عليهم هذيك 7 الملاعق كبار ديال الزيت، زيت المائده هادي، وغادي نزيدو حتى هذاك الياغورت طبيعي. بالنسبه للياغورت طبيعي اللي ما عندوش ممكن انه يعوضو ب 7 المعالق كبار ديال الحليب، اولا 7 المعالق كبار ديال عصير الليمون اللي كان في هادو، ماشي مشكل. انا ما كيتوفرش عندي لا عصير ليمون لا الحليب، عندي دانون يعني ناتور مسوس، فهو اللي غادي ندير. وغادي نعاودو نضربو شوية، تخلط لينا هداك الزيت مع الخضيار. هكا
نضربهم غير شويه بالمنتام زوينه. دابا غادي نزيدو هذيك المعلقه كبيره ديال الكاكاو مور، وغادي نعاودو نخلطها شويه. بعد ما خلطت هذاك الكاكاو دابا غادي نزيد الدقيق، يعني دفعه واحده. هذا الكاك ما فيش بشويه على الدقيق ولا على خميره ولا هكا. غادي نزيد هذوك زوج خميرات حتى هما. نوزن 8 غرام، يعني المجموع عندي 16 غرام. الدقيق البنات راه ديجا مغربي، انا كيما قلت لكم ديما كنغربلو، كنخليه عندي بواطه، كنخليها للحلوه كتقرب تسالي، كنعاود نغربلو ثاني واحد الكميه ونديرها فيها. نخلطو هذا شويه، صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا كملت المقادير ديالي. دابا درت غير هاد السباتول باش جمعت الجواني ديال البول، يعني هاد الخليط كيفاش كيجي التكستور ديالو. نتلاقى معكم دابا باش نقادو هادشي في المول ديالنا ان شاء الله. كتشوفوا معايا انا كبيت واحد الجزء ديال يعني ديال الخليط في القاع ديال المول، يعني قل من النص شويه، نكبو واحد جاد لي تغطى لينا هذاك المول، وكنحطو فيه يعني هكا في الوسط هذاك هذاك اللي صايبنا. غير حاولوا معاه غير بشويه تيتبت ليكم، المهم بحال هكا. فوالا، ودابا غادي نبدا نكمل عليه هذاك الشيء اللي بقى عندي ديال الخليط. كنكبو بحال هكا من الجناب ومن الفوق، وراه غادي يخمر. راه كيف ما شفتو الخليط ديالنا راه فيه جوج خمارات، يعني غادي يخمر وغادي يطلع في الفران. بالمناسبه راني شعلت الفران كيف كنقول دائما كلها، والفران ديالها كيف ماما فين كطيبوا الكيك عادي غتشعلوا الفران ديالكم يسخن. يلا كنكمل، ممكن نغطيو هذاك هذاك العمود اللي حطيناه ديال الجينواز لهذا الشكل. ودابا مباشره غادي ندخلو الفران ونتلاقى معكم ان شاء الله ملي طيب باش نكملو ليه تزيين اونصومبل. خليكم معايا ما تمشيو فين. بات معكم كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الكيك ديالنا، راه مازال سخون. يلا خرجتو من الفران، ودابا غادي نديمو ليه نحيدو من المول وغادي نوجد باش غادي نزينو. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم نتوما الاختيار ديالكم، انا غادي نوريكم ان شاء الله باش غادي نزين الكيك ديالي، وغنوري لكم ان شاء الله في صحن التقديم وغنقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. خليكم معايا وتمشيو فين. انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا، انا ساليت الكيك ديالي، يعني ذوقته بهذاك الشيء ولا زينته بهذاك الشيء اللي عندي في الدار. كان عندي شويه ديال لاكريم بالبراليني، طلعتها شونتيي وصبدرتها بحال هكا، يعني بشكل عشوائي غير بالبوش خفيف. وزينتها برقائق ديال الشوكولاته وقطع ديال الشوكولات نواغ، شوكولا نواغ. وانا قطعت لكم طريف باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل نتوما. كتجي خفيفه، وداك القطع ديال الجينواز ما كيضيعوش، ما كان يعني ماشي دائما كنبغيو لي بوب كيك باش نديروهم. انا غادي نوريكم كيفاش كتجي من الوسط نتوما.
هنجمل كيفاش كتجي. كتجي هكا الكيك ديالنا، كتجي في النواغ والشوكولا وهذاك الجينواز بالفاني. هنا كهات كتجي غزاله، وعاد معاها كما قلت لكم درت فيها الشوكولا نواغ، يعني ريحته هائله كتجي فيها مع هذيك لا كريم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. يعني دوك البقايا ديال الكيك ما تبقاوش غير تحيدوهم ولا غير كيتلاحوا ولا غير كيبقاو ما كناكلوهم حتى شي حاجه، يعني نزينوا بهم حتى هما الكيك ديالنا. والى الملتقى ان شاء الله في وصفه اخرى. خليت لكم الراحه ولهنا، و يعني اي حاجه زوينه في هذه الدنيا. نتلقى بكم ان شاء الله في وصفه اخرى، وفي امان الله.